هذا المشروع هذا بالضبط انا بالنسبه ليا والسكنه ديال المنطقه ديال باب بوجلود يكون بحال واحد الدفعه كبيره للتهيئه الحضاريه اللي كاينه هنا في هذه المنطقه بالضبط، حيت نوازن ما بين ما هو تقليدي وما هو حضاري بهم بجوج. ولكن كاينه مشكله وحده هي ان هذه المنطقه هذه من شحال هذه وهي دايره على هذه الحاله هذه، ولكن مازال ما بغاو يبداو فيها الخدمه ولا شي حاجه بحال هكا. بغينا هذه المنطقه هذه تولي مع هي اصلا منطقه سياحيه بامتياز، هي اشهر منطقه دابا حاليا كاينه في فاس، باب ابي الجنود، تولي اضافه مزيانه. انا كنبغي باش نولي نوع على ان بحال هذه المشاريع هذو ما كرهتش يكونوا ماشي غير في المنطقه ديال باب بوجلود بوحدها، ولكن يكونوا في المنطقه ديال فاس كامله. بسم الله، السلام عليكم. اي هذه الساحه بوجلود، هذا باب بوجلود، هذه الساحه ديالو. هنا كانت القهوه وكان لوطيل وكان الفرماسيان، كان الكراجات ديال الغزاوي وديال الطاهري. ايوا الان هما غادي يوسعوا هذه الساحه، ان شاء الله غادي يكون فيها لكاب، ومن بعد لكاب غتكون ان شاء الله الفوق جرده كيما راهم دايرين. ايوا الله يجيب السلامه للجميع. اذن بوجلود ان شاء الله غادي زيان، غيولي هنا لكاب ديال السيارات دي، وان شاء الله ما يكون غير الخير الجميع ان شاء الله. من هنا السياحه ان شاء الله تدخل مزيان، والمواطن حتى هو يتنفع مزيان. ايوا الله يجيب رزق للجميع يا ربي. بالنسبه لي هذا المشروع هو مزيان، غينقص حتى ديك النسبه ديال الزحام، انك كيوقع هنايا بالزحام بخصوص في العواشر وفي الاعياد. المهم المشروع مزيان. وبالنسبه للكلمه اللي بغيت نقول الاخرى هي بان هضروا على ديك الناس اللي كانوا هنايا، شنو هو المصير ديالهم في التالي؟ يعني هاد الشركه اللي قبضت هاد المدينه فاس، شنو هو المصير ديال ديك الناس اللي ضاربين 20 و 30 سنه؟ كانت محطه، كانوا كراجات ديال الكيران، وكانوا قالوا في التالي فاش ولاو ردوا المحطه في لتحت جديده، بقى هنايا داك الشيء بقى مخربق. نعم. شي ديال اللوجيستيك وداروا باركينغ، ديك الباركينغ الناس راهم قدام تما كاينه اللي كانوا في هذا الباركينغ، هما دابا هنايا كاين واحد البركه قليله والطباقي مشاو في حالهم. حنا بغينا نعرفوا غير شنو السلطات غادي دير المصير ديال هاد الناس هادو. والو ما داروا معاهم حتى شي حل. حنا سمعنا بان هاد الشركه اللي غادي تدخل جديده غتجيب خدامه ديالها هما، وهادو اللي كانوا هنايا ومعروفين بالنسبه للمواطنين والناس خدامه على اولادهم تبوعين، شنو هو المصير ديالهم؟